الحال، وان شاء الله الموجودين يقدموا الاضافه. اكيد طبعا المهم هو انه المنتخب الوطني التونسي يكون في البطوله الافريقيه ويحاول يفوز باللقب امام منتخب مصري قوي، لكن ان شاء الله قلنا نسقوش الاحداث. نبداو في مباراه تونس ايران الشوط الاول. أكيد قلت الخيارات للمدرب باش يختار أو باش يشارك أكثر عدد ممكن من اللاعبين. حسب التشكيلة الأولية معنا سيف الدين حميدة هو دومي سونتر باش يجي ملصق، حمزة المهذبي إلي جوش معنا في الجناح، ونضال العمري حسب أريير دروا معنا، وائل جلوز عملية تقاطع مع حمزة المهذبي، يدخل لاعب دايرة ثاني وائل جلوز، ربما تصويب من البعيد ويتصدى الحارس لكرة وائل جلوز، فما العودة الدفاعية محاولة قطع الكرة هذه، وطيبة قطع الكرة مروان شويرف عكس الهجمة، طبعا محاولة التصويب ضايع الكرة هذه من العمري نيفال، كان ربما إمكانية لعب الهجوم المركز أفضل من السرعة والتسرع في هذه الهجمة الأولى. أو كل لاعب يحب يظهر للمدرب معناها عنده بلاصته في مصر 2016 معناها هذه مازال بكري شوية، مازال بكري احنا دورة صحيح دورة مازالت هذه جمعة جورنيا شايف معناها الجمعة هذه مازالوا ثلاثة مقابلات ومازالوا بعد تربصات أخرين ومن بعد ثم في جانفي إن شاء الله في سويسرا عندنا يولو كاب دورة في جانفي، دونك مازال بكري لازم كل لاعب يعطي البلوس يعطي الاضافه باش يلقى روحه في مصر. هجوم سريع وائل جلوز محاوله التمرير ناجحه يمررها لمروان شويرف في مركز اللاعب الدائره وينجح اول كره اذا من مروان شويرف ناجحه باس ديسيزيف او تمريره حاسمه كانت من هدف اول بان. لاحظوا المنتخب بيلعب 0-6 دفاع متقدم على حامل الكرة. طيبة. كما جيت الكرة هذه بصعوبة قاعد يلقى في الحلول المنتخب الإيراني. رغم أن الدفاع مؤخر لكن التصويبة كانت ضايعة. وائل جلوس سيف الدين حميدة وممتازة من نضال العمري ينجح إذا نضال العمري في تسجيل الهدف الثاني. كانت ثلاثة كرات قصيرة وسريعة تو سجلنا هدفين معناها عن طريق كرات معناها اون دوزيام معناها نطلعوا كوره مازلنا ما سجلناش على الديفونس معناتها على اتاك بلاسي زوج اهداف تو كره اليد العصريه هذيك معناها يلزمك تخرج كوره تلعب ديفونس دفاع صحيح وتخرج كوره اون دوزيام باش تنقص برشا على اتاك بلاسي لان مشكله اتاك بلاسي المركيوه صحيحه وتخلق خاصه التفوق العددي المباغته هذه كانت لمجد حمزه هدفين لهدف. شوفوا الكوره قوية كانت الكرة على يمين مجد حمزة صحيح. سيف الدين حميدة شوفوا التغيير المراكز سريع وتكمل على وائل جلوز. وائل جلوز ممتاز شوفوا الثغرة الكبيرة اللي يخلقها في الدفاع. شوفوا لاعب برشلونة لاعب وائل جلوز إذا يجي بسرعة القصوى نتاعو وائل جلوز ما يوقفوا حد. كانت مخدومة الكرة من سيف الدين حميدة ثم يدخل بقوة انجاجي نقولوا 3-1 إذا تقدم المنتخب التونسي. محاولة المباغتة لكن المرة هذه يتفطن في نفس المكان على يمين مجد حمزة لكن يتفطن المرة هذه حاول المباغتة تسرع سيف الدين حميدة في اللقطة هذه وممتازة ممتازة قطع الكرة من وائل جلوز. شوفوا الدفاع وقت اللي اللاعب يكون حاضر يلعب دفاعا وهجوما شوفوا الامتياز لوائل جلوز. شفتوا كيفاش سجل الهدف اللي قبل في الغلطة هذه يرجع أول المدافعين وياخذ الكرة كما قلنا هذه كرة اليد العصرية تلعب دفاع وهجوم بسرعة خاصة صلح الغلطة نتاع زميله وشوفوا الكرة مقطوعة كرة اليد لعبة جماعية معناها
وقت اللي يكونوا المدافعين هما بيدهم مهاجمين كما قلنا منذ بداية المباراة بسرعة تاخذ الكرة ما تقعدش تستنى حتى يدخل الدفاع. هذه هي خطة ثنائي سيلفان نوي وأنور عياد. تقريبا ستة لاعبين اللي يلعبوا تو في الأتاك وما بيدهم يرجعوا مع ناشي ما نعملوش في شانجمون تو. هذا وضحوا بكل سهولة البارح في الندوة الصحفية المدرب سيلفان نوي. أقل تغيير بالطبيعة. سنتر رابيد الكورتيات العصرية ما تخليكش تعمل تغيير في معناها تغيير أول اثنين معناها نجم تعمل المهبي يعكس الكرة وبروين شوير في ذن يتحصل على 7 أمتار. طيب كان تمرير الحاسم من حمزة المهبي. شوفوا الكرة من حمزة المهبي. وطيب الاندفاع وأيمن التومي يسجل أيمن التومي. مش مقصر أيمن التومي يعدي في مقابلات في فرنسا مقابلات كبيرة. لاعب مونبولي الفرنسي. لاعب مونبولي عدى مقابلات كبيرة في الدوري الفرنسي. 4 أهداف لهدف. تقدم المنتخب التونسي على نظيره الإيراني. نذكر دورة المرحوم رفيق خويجة. اليوم الانطلاق كانت رفع الستار بمباراة الجزائر سويسرا انتهت لصالح سويسرا المنتخب السويسري 32-20 بعد شوط 14-10 دائما المنتخب السويسري. وهذه المباراة الثانية إذن المنتخب التونسي ونظيره الإيراني 7 أمتار إذن للمنتخب الإيراني. بربات سلمان رقم 25 في بالمناسبة لما نترحموا على روح الفقيد سي رفيق خواجة الله يرحمه اللي كان رئيس جامعة واللي أعطى برشا كرة يد تونسية والجامعة فكرته أول دورة معنا دولية سماتها باسم المرحوم سي رفيق خواجة الله يرحمه. كان كذلك عضو في الكونفدرالية الإفريقية في الاتحاد الدولي لكرة اليد من أصيل مكارم المهدية نترحموا عليه طبعا قدم خدمات جديدة لكرة اليد التونسية الله يرحمه. وينجح اذا رقم 25 سلمان بربات في تسجيل ضربه الجزاء. شوف في 6 دقائق كامله يسجل هدفين فقط وهدف منهم عن طريق ضربه 7 امتار باش نعرفوا قيمه الدفاع بالنسبه للمنتخب التونسي اللي مقبل كان 4 اهداف كذلك هدفين قلت في 6 دقائق في حين سجل 4 اهداف. نعرفوا أهمية الدفاع. وائل جلوز ورأي الكرة لكن ترجع من جديد لعمري نضال. حمزة وائل جلوز ما يخش الكرة هذه أو هدف عفوا هدف الخامس 5-2 ثلاثة وائل جلوز يروحوا معنا توسجل هدفين على 5 أهداف. وائل جلوز بصراحه مازال ما عطاش معناها للمنتخب. وائل جلوز لاعب كبير برشا معناها يلعب في برشلونه نستنى منه اكثر المنتخب خاصه في الدوره هذه دوره ترشيحيه في كاس افريقيا اللي تصير في مصر. هرب منا اللقب في الجزائر ان شاء الله رجعوه في 2016 مباغته. شوفوا رغم الدفاع موجود خارج 9 امتار لكن قويه كانت الكره و5 3 شوفوا الاعاده كانت قويه الكره على يسار ماجد حمزه و5 3 عملية تغيير مراكز. أيمن تومي محاولة عكس الكرة ما تدخلش الكرة كانت حلوة بينه وبين مروان شويرف لكن الكرة البراء 5-3 تبقى النتيجة على حالها. فما العودة الدفاعية بسرعة للمنتخب التونسي لازم أقوى شوية في الدفاع. عملية تشوفوا التقاطع سريع يتفتن ماجد حمزة يتفتن الكرة هذه. وائل جلوز سيف الدين حميدة وائل جلوز ربما للتصويب ورأي نضال عمري. حوار بين نضال عمري والمدافع وياخذوا 9 امتار رمية حرة.
ذكروا المنتخب الايراني كنا تقابلنا معاه في قطر 2015 صحيح بطولة العالم وقتها، والشوط الاول اذا نذكر وفي تعادل معنا 12-12 خذينا الفريق وانتصرنا في الشوط الثاني، معنا فريق ماهوش يسار. هي في السنوات الأخيرة هشام يعني تقريبا كل الفرق تقدمت، ما عادش نجم نقولوا فريق صغير وفريق كبير. فما لاعبين من تونس عملنا العام اللي فات لعبوا في إيران. منهم نذكر حاتم حمود لعب في إيران، غازي العيادي لعب في إيران، معناها بطولة قوية. صحيح بطولة قوية. مروان شويرف وجه لوجه مع الحارس ويسجل إذا الهدف السادس 6-3. كيف كيف فرصة تو المروان شويرف معنا قاعد هو محمود الغربي معنا ورامي سوي ريال سويد الجديد هذا اللي جاء من فرنسا. مروان شويرف عنده دي كاليتي معنا لاعب قوي، كان معنا في 2011 الفريق الأواسط تحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم في أثينا. مازال ما خذاش حظه، موجود صحيح موجود معنا في المنتخب من فترة تقريبا 3 سنوات في الأكابر، لكن مازال ما خذاش حظه. وقت وقيد تو باش بعد خروج معناها تو عصام تاج وقيد باش مروان يعطي البيوس للمنتخب. عصام تاج اخر المنسحبين من المنتخب التونسي المحترفين اللي لسنوات اكيد اعطاوا لكرة اليد التونسية عديد اللاعبين، هيكل مقنم، عصام تاج، وسام حمام، يعني عديد اللاعبين، انور عياد الموجود حاليا كمساعد مدرب، جلال التويتي يعني اكيد العديد اللاعبين اللي جدد هذوما اللي باش ياخذوا عليهم المشعل، وان شاء الله يكون قادم الكرة اليد التونسية افضل طبعا بهذا الفريق الشاب. بطبيعه الحال معناتها كاس افريقيا ماهيش مستحيله في مصر، احنا 2010 جبنا كاس افريقيا من مصر ان شاء الله ان شاء الله بالفريق وقتها او العام الثاني تقريبا تاع المدرب الان بورت معناها 2010. لاعبين ذكرك لقط في موجود معناها لاعبين تو مش موجودين في المنتخب، وتمكنا من اندساع الفريق المصري في قدام 25000 متفرج. قطع الكرة من نضال العمري لكن الحكم يحتسب 9 أمتار. كيف كيف سمعنا خاطر صفران سيف حميدة سمعنا الزمالك معناها خاطر ربحت ترجي رياضي او ربحت نادي افريقي، المنتخب حاجة والفرق حاجة والفرق حاجة، ما فما حتى مقارنة معناها، مش خاطر الزمالك انتصر علينا في كأس افريقيا ضد نادي افريقي او ترجي رياضي، ان شاء الله في كأس افريقيا في 2016 المنتخب يكون بوجه اخر، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا اول مترشحين للأولمبياد 2016 ان شاء الله. من جديد اذا هجم المنتخب الايراني مقطوعه الكره ممتازه من ايمن التومي وجه لوجه مع الحارس ويسجل ايمن التومي. سبيشاليتي ديما تاع ايمن التومي يعني ديما يقص الكرات هذم وحتى في فرنسا يعملها. اول هجمه معاكسه للمنتخب التونسي وايمن التومي وجه لوجه مع الحارس، شوفوا عمليه فرديه وناجحه 7-4 في توقيت 11 دقيقة و 46 ثانية. وطيبة من ماجد حمزة ياخذ الكرة هذه ويطلع مرة أخرى الهجوم المعاكس. لا طبعا ما عادش نجم باعتبار العودة الدفاعية، كان المفروض حمزة كان يطلب في الكرة، لكن طبعا مع العودة الدفاعية نلتجئ للهجوم المركز. عملية تغيير مراكز، ماجد حمزة يدخل لاعب دايرة ثاني مع مروان الشويرف وائل جلوز وينجح وائل جلوز في تصويت يلزم العودة الدفاعية. تايم اوت. وقت مستقطع يطلبوا منتخب ايراني. المنتخب الايراني كان لعب الكرة لكن المدرب كان طلب وقت مستقطع. النتيجة اذا 8-4 سباقية 4 نقاط كاملة للمنتخب التونسي، لكن يلزم أكثر لأنه شفنا عديد الأخطاء هشام، وخاصة وأنه من الأول يلزم تبعد بالفارق، ما تخليش المنافس يلعب لك كرة بكرة أو هدف لهدف. يلزمك الكرة السهلة ما تضيعهمش، يلزمك في الأتاك تلعب الهجوم يكون مركز، كيف الدفاع خاصة في الدفاع يكون الدفاع بتاعنا أجريسيف شوية، ويكونوا معنا نخرجوا كرة أون دوزيام معناتها بتسهل علينا الأتاك باسيف معناها الهجمة المركزة.
هذيك هي كره اليد العصريه. قلنا معناتها من الكونكلوزيون نخرج منها المدرب قاعد يلعب 6 لاعبين دفاعا وهجوما، ما فماش حتى تغيير. المنتخب 8-4 معناها سكور تو معناها واخو صحيح الاسبقيه. ما احنا مش لوجوا على السكور، لوجوا على الاداء. قاعد يجرب اللاعبين، تخلي سيف حميده، تخلي نضال عمري، تخلي حمزه المهذبي معناها ومروان شويرف، هذم لاعبين ما كانوش موجودين في المنتخب تيتولير تو. المدرب يحب يشوف شكون اللاعب الاجدر اللي باش يكون موجود في 2016 في مصر، خاصة مش كيما تجرب لاعب في مباراة، مش كيما تجربه في تدريبات في تربص على ذلك في كل مباراة، يحاول يقحم أكثر عدد ممكن من اللاعبين. قلنا فما خميسي مجايز البغاني بنور الصبحي سعيد محمد علي بحارة هما مش متواجدين في هذه المباراة، لكن موجودين في هذا التربص والقائمة نتاع 21 لاعب اللي في التربص هذا. واستئناف اللعب إذا بعد وقت مستقطع طلب المنتخب الإيراني. دخول مصباح الثاني مكان سيف حميدة، دخول محمد السوسي كان سيف الدين حميد مكان وائل جلوس. مصباح الثاني يتحصل على الانذار. المدرب الايراني الكرواتي الجنسيه اللاعب يساري كان مع المنتخب الكرواتي عرفان، درب المنتخب المصري سابقا، انه كان نذكره عام 95 معنا المنتخب وقت اللي كنا في ايزلندا كان يلعب مع المنتخب الكرواتي. عمليه تغيير المراكز طبعا مش الدفاعي يوخر للمنطقه، نضال العمري يتحصل على 9 امتار من تومي تويلا المصباح الثاني. ممتازه اللقطه، شوفوا من مركز الجناح مباشرة للظهير مش كان اليد طبعا اكيد كرة اليد تلعب اكثر بالعينين. نشوفوا كيف شيء من تومي يتفضل مصباح الصانع يطلب الكرة في وقت اخذيها، ممتازة كانت الاندو بين ايمن التومي مصباح الصانع يسجل الهدف التاسع 9-4. كيف قاعد يغير في المراكز بصعوبه المنتخب الايراني، قاعد يسجل على الهجوم المركز، لازم اكثر استماته في الدفاع. حذاري من اللعب السلبي، لكن المره هذه فما برجله يلمس الكره سريعه ممتاز ممتاز جدا محمد السوسي ممتاز الدفاع قوي من اللاعب الايراني رقم 3. هاي اللقطة نتاع الدقيقتين علي منيان اذا يتحصل على دقيقتين اثر تدخل على محمد السوسي. شوف الضغط على حامل الكره لكن خلى الثغره مع وراها، خلى الثغره يبدو لي فما استبعاد بدقيقتين فعلا. نضال العمري اثر التدخل حكم سمير كريشين يعطيه استبعاد، يعني زوز فرق او زوز منتخبات منقوصين من لاعب، 5 ضد 5 يلعبوا أو 5 أمام 5 خلينا نقول، ما نحبش كلمة ضد هنا، 5 أمام 5 لأنه فما روح رياضية على الميدان. حلو ليزانترفال 5 ضد 5 إذا المنتخب يستغل
فما تسرع، المفروض الكره تدور من الجناح للجناح لخلق الثغره، لكن على كل يلزم على الاقل عوده دفاعيه. نغلطوا نصلحوا فوق الدفاع، وبرافو محمد صفر، ماجد حمزه عفوا، ماجد حمزه، رغم الكره كانت ماسكي كما قلت، تبع صحيح تبع الاكسيون تاع اليد اللاعب مشيت حلوه كانت من ماجد حمزه. دوزيام بوتو كان مسكر بالكونتر مع الدفاع، ما عندوش حل اللاعب كان بوتولو. ايمن تومي يربح تسعه متاع كما جيت كرة محمد السوسي، فما خدمة صحيحة مصباح، لكن السوسي قالوا يكمل يكملها مع الديكلاج في الانترفال ويسيب الكرة تكمل على الجناح، لكن حبيب باغت ربما في ذهنه حبيب باغت. على كل النتيجة الكرة لبرا 10-5، سباقية دائما المنتخب التونسي رغم الهفوات، هي في الحقيقة من الجانبين من زوج منتخبات. قوية الكرة لكن على القائم ما تسجلش. 10-5 دائما 5-5 يكتمل نصاب المنتخب الإيراني، يصبح 6، وكذلك المنتخب حوالي مازال 5 المنتخب. جوج ثواني تويك دخول نضال العمري، مصباح الصانعي محمد سوسي، العمري حمزه المهبي، مصباح الصانعي يبحث عن المسانده، الصانعي مباغته لكن القايمه كانت كره قويه. على كل فما العوده الدفاعيه سريعه للمنتخب. طيب وقت اللي نغلطوا نصلحوا، ممتازه ممتازه قطع الكره لكن يدخل في المنطقه، يدخل في المنطقه نضال العمري، سهر بلي باهي، كانت جميله. تسرع مصباح، تسرع، معناها مازالت الاكسيون السوليسيون مازالت ما ظهرتش، معناها خلي الكره تمشي حتى تظهر السوليسيون نات، معناها واضحه باش نشوطوا. طيب الضغط من الدفاع ما تكملش على اللاعب الدايره، مقطوعه الكره قصيره كره مروان شويرف، وطيبه من ماجد حمزه. طيبه طبعا اكيد دور الحارس في كره اليد، خرج مروان ودخل الدائره رياض سويد، من اللاعب يلعب برا في فرنسا، اول تربص سنه بعد تقريبا عامين وثلاثه كان موجود مع المنتخب، جاء في دورة ما عاودش عيطوا له، إن شاء الله يكون تحسن وإن شاء الله يعاون المنتخب. رقم 8 رياض سويد، أكيد طبعا قلت المدرب في دورة ودية ينجم يجرب عديد اللاعبين، باش يقطع التشكيلة الأساسية اللي باش دقيقتين وضربة جزاء. واضحة طبعا الدفع، فما خشونة في داخل المنطقة. استكي إذا رقم 14. نبدو لي ماجد حمزه المهبي، حمزه المهبي في التسجيل، سهلة كرة حمزه المهبي. عالطون الأول شاتها، دوزيام طون خير، كانت قوية الكرة. حبي باغد على كوتسي فليم تاع الحكم ميشوطها، كان متفطن الحارس.
تشوفوا بصعوبة قاعد يلقى في الحلول منتخب الإيراني. لاعب أوما أوم وقعدنا أبو خمسة ضد أربعة معناها خاطر الفريق ناقص لاعب. صحيح. شوفوا بصعوبة. أكيد يلزم استغلال كل استبعاد. لاعب سلبي تو. والبرا ربما يقبل ثواني باش يهز إشارة الحكم للاعب السلبي. توصل لايمن تومي، توصل لايمن تومي ممتاز، ما فلت شيء من تومي من جناح خاصة وأنه الزاوية توا مفتوحة 11-5. شوفوا الإعادة ممتازة من أيمن تومي، ياخذ وقته يغزل للحارس، ممتازة في القايم في الزاوية ممتازة. زين 6 ضد 5 25 ثانية. محاولة المباغتة وسجل طبعا تحت الدفاع من الإمكانيات الواردة في النقص العددي وأنه المباغتة. أحسن لاعب عندهم لاعب 25 قاعد هو اللي قاعد يسجل. عنده إمكانيات بدنية طيبة في التسويق. توصل الكرة، توصل الكرة ويرفع بالحارس. رياض سويد أول محاولة أول هدف. يعني نسبة نجاح أولى 100%. يقبلها ضربة جزاء ودقيقتين والكرة هذه هدف معناها نجاح 100% لحد الآن. 12-6 دائما أسبقية المنتخب التونسي على نظيره الإيراني. اللي يكتمل نصابه حاليا. ويصبح الصانعي في تصدي لهذا اللاعب. على ذكر مصباح ثاني معناها مازال ما رجعش للقيمه نتاعو نعرفوها. مصباح ثاني كانت البطوله في قطر مازالت ما بداتش معناها ناقص برشا كومبيتيسيون يلزموا الدوره هذه باهي اللي هو وسليم الهدوي كيف كيف. صحيح نذكروا مصباح ثاني يلعب في نادي القياده القطري. وسليم الهدوي في الامارات كان في قطر ولا في الامارات. ايمن تومي مباشره ممتازه الفان دو باس ويدخل في المنطقة. خاف أيمن التومي اللي تصيروش إصابة سايب الكرة. كان وجه لوجه من الحارس مرة هذه الحارس ماجد حمزة يتصدى ل ضربة جزاء سبعة أمتار دخول في المنطقة. أداء طيب لماجد حمزة تصدى العديد الكرات عاون برشا الدفاع اليوم. يتصدى ضربة سبعة أمتار. اللاعب سلمان بربات من افضل لاعبي المنتخب الايراني وينجح اذا في تذليل الفارق 12-7. كيف بالنسبه لمجد حمزه معناها بعد بطوله العالم في قطر خير معناها باش يحترف في النادي الريان ما مشاتش معاه غادي يرجع وتو موجود في النجم الناديه الساحلي معناها زيد كيف نقص برشا ريتم معناها نتاع مقابلات نتاع مباريات. صحيح. كيف دخول سليم الهدوي معنا اريير دروا بلاس نضال عمري. سليم الهدوي يدخل اللاعب دايرة ثاني. ايمن تومي في محاولة من الجناح ويربح 9 امتار. لاعب منتظم ايمن تومي نادرا ما يضيع الكرات. وحتى المراوغة يحصل المراوغة على ساقيه برشا ان كونتر ان. محاولة الهجوم المعاكس زوز لاعبين ويتسجل هدف. دقيقتين حمزة المهدي. زوز لاعبين يدفع في الهجوم المعاكس يسجلوا الهدف ونخسروا لاعب في الهجوم. ركلي باهي رجع ما قصرش حمزة ما يمسوش معناها خذا الكرة قبله خليه. خاصة في المنطقة يعني وجه لوجه مع الحارس يعني. خلي شونس الجارديان. زايدة الحال اللقطة. تخسر بها لاعب على كل مدة دقيقتين. محمد السوسي سويد سوسي سليم الهدوي ترجع مرة أخرى محمد السوسي المراوغة ورائية لسليم الهدوي ربما التصويب وسهلة في ترجمة التماس. كانتش قوية كرة سليم الهدوي.
ايمن التومي، زوج لاعبي دايره محمد سوسي. محمد سوسي ربما ممتازه التمريره، فما مضايقه، فما دخول في المنطقه فعلا حسب الحكم، فما دخول في المنطقه. ايمن التومي كان داخل المنطقه. ثمانية في 25 دقيقة لعب، وترجع الكرة مرة أخرى في نجوم المنتخب الإيراني. محاولة المباغتة، ماجد حمزة موجود ماجد حمزة، فماش الهجوم المعاكس. نلعبوا خمسة ضد ستة، خمسة وخاصة الدفاع رجع كذلك طبعا. صباح الصاني محمد السوسي، سليم الهدوي، سوسي مرة أخرى، خروج سويد، خروج سويد يلعب 1-2 مع أيمن تومي. ما نجمش يرجع أيمن أو رياض سويد، فمش تفاهم في الكرة هذه، ربما شفت خطأ على أيمن تومي، لكن على كل الحكم هو السيد الموقف طبعا فوق الميدان. سليم الهدوي مرة أخرى لاعب يخرج في الاستبعاد للتقطين باربع لاعبين، نلعبوا ضد ستة، ورقم 25 او رقم 24 مرة هذه في ارجع الكرة للعب. حاولت المباغتة، ايمن تومي كاد يقطع الكرة هذه غير راضي حسب الاشارة متاعه طبعا على الخروج متاعه. ستة تورين وثلاثة تسعة، معناها المنتخب تسجلوا ثلاثة أهداف وعندنا ترولا كثرة تاك ضيع عليهم توسو. المفروض حتى الفارق شوفوا ثلاثة نقاط. أكيد طبعا بالنقص العددي وخاصة بالتسرع على كل مباراة أولى طبعا. صباح الصانعي أيمن التومي نحس فيهم يتسرعوا قاعدين يعني فما تسرع على الكرة الثالثة مباشرة التصويب. احنا ناقصين معناها ستة ضد خمسة، المفروض تشدوا كرة ونربح أربع هجمات متتالية. شوفوا طيبة الاستماتة من مش حمزة، ما تمرش الكرة طبعا، تصفيق من الجماهير الحاضرة هنا في قاعة الحمامات. شوفوا الوجه لوجه، ريفليكس قوي تاع مش حمزة، صحيح رجع بيدو ويرجع والكرة ما تدخلش. طيبة الاستماتة طبعا، على الأقل الحارس يرقع شوية ويصلح شوية وقت الدفاع ما يمشيش، هذا هو التكامل طبعا في كرة اليد. هذاك علاش هي اللعبة جماعية طبعا، وقت ما يمشيش الدفاع أو النقص العددي نلقاو الحارس. هذاك علاش المنتخبات القوية والفرق الكبيرة هي اللي عندها حراس مرمى كبار. وتونس طبعا على المنتخب الفرنسي بطل العالم عنده حارس كبير. صحيح المنتخب الفرنسي، هذه دقيقتين المفروض دقيقتين هذه اللعب. نحتسبهاش واثنين على اثنين من الدايره رياض سويد. شوفوا مسك من مريون من القميص، الحكم اكيد ما كانش متفطر، ما كانش في الزاويه اللي احنا نغزروا منها ربما. كيف اللاعب 25 احسن لاعب معنا في المنتخب الايراني. ثاني كره على نفس الطريقه تقريبا، سلمان بربات تقريبا نفس الطريقه، نشوفه تحت الدفاع على الثبات والنفوي وعلى يمين الحارس، صعيب برشا اي حارس يتصدى للكره هذه. 13 10 قبل اقل من دقيقتين على نهايه الفتره الاولى، اكيد برشا كلام في حجرات الملابس من الثنائي يعني رعياد وسيلفان نوي، لانه عديد الاخطاء خاصه في الدفاع. فما 7 امتار دخول في المنطقه واضحه من زوج لاعبين، وايمن تومي ممتازة سجل، ياخذ وقته ويسجل إذا 14 10 بل دقيقة على نهاية الفترة الأولى. مباراة ودية بين المنتخب التونسي والمنتخب الإيراني. و
وربما اخر هجمه للمنتخب الايراني اللي كالعاده على الهجوم المركز بصعوبه يلقى الحل خاصه في الثغره، يعني اسهل عنده التصويب من البعيد، لكن الدفاع قاعد متماسك. حذاري من اللعب السلبي، تكمل على الجناح ويسجل 14-11. وربما اخر هجمه للمنتخب التونسي في 25 ثانية الأخيرة. محمد السوسي، سليم الهدوي، محمد السوسي، مصباح الصانع يبحث عن المساندة. مصباح الصانع مازال في حوار مع المدافع، وعشرة ثواني على نهاية الفترة. مصباح الصانع فوق الدفاع وما ينجحش، وهجوم معاكس سريع يرجع مع حمزة المهبي. ونهاية الفترة الأولى بالمنتخب التونسي ونظيره الإيراني على نتيجة 14-11. شو العلويني أسامة حسني والحارس محمد الصفر، معناها المنتخب المدرب يحب يغير، يجرب كل اللاعبين ويشوف كذا مقابلات هذوما، يشوف شنو عنده، شنو اللاعبين اللي يكونوا اجدر في المنتخب، خاصه كي عنده الزيد البشري طبعا. 21 لاعب معناها تم استدعائهم للمنتخب، في الاخر 16 لاعب يمشوا لمصر 2016 ان شاء الله. محاوله المباغته لكن ضيع الكره هذه، وما فماش هجوم المعاكس. كمال العلويني كمنسى، وائل جلوز، كمال العلويني، مثال العمري، وائل جلوز ربما التصويب لا يخير تمرير لاعب الدائره، لكن ضايع الكره هذه. زوز لاعبين وجه لوجه، ومحمد صفر يصدى محمد صفر على مرتين رغم حسب راي باساج اون فورس، كان يعاود يرجعوها ترانتيزي. نشاهدوا الاعاده، حكم سمير كريشين يحتسب 7 امتار. اللاعب 25 بابات في التصوير ويتصدى. التصدي الثالث محمد صفر، معناها ذكرنا في الديبيوت ماتش نتاع الزمالك ونادي افريقيا، محمد صفر عمل سانكاري ديسيزيف في اول مقابله، معناها خاصه الشوط الاول. من محمد صفر قاعد يقدم في مستوى كبير، محمد صفر البلود هذه من كاس افريقيا تو قاعد يقدم في مستوى. كمال العلويني ورائي النضال العملي، كمال العلويني ياخذ كورته كمال العلويني. اسامه حسني، نضال العمري حوار مع المدافع ويربح 9 امتار، خروج مروان شويرف، نضال العمري، كمال العلويني، طويله لوائل جلوس، تكمل من الجناح وممتاز الكره من حاج يوسف، خالد حاج يوسف. كيف حافظ حاج يوسف يلعب تو جناح، معناها مش مستانس يلعب جناح في النادي الافريقي، تو جوست على شونجمون باش ما يعملش شونجمون المدرب، هذاك علاش نعاودوا نرجعوا اختيارات، معناها عبد الحق بن صالح مش موجود في القائمه نتاع المنتخب. من أسامة حسني، الضغط على حامل الكرة، خارج 9 امتار، وفما تفاهم، وفما تفاهم، دفاع ممتاز معناها في الفترة هذه. حسني وشويرف إذا تمكنوا من إيقاف الكرة، شوفوا التفاهم كيف بدا بين زوز اللاعبين ومحمد صفر. كنا نحكيو على أهمية الحارس في كرة اليد، ومحمد صفر يتصدى، وائل جلوز، وائل جلوز ربما التصويب ممتاز وائل جلوز بمفرده، عملية فردية يفتح الثغرة، شوفوا فانت تعدى وحده مراوغة ويفتح الثغرة، وعلى يمين الحارس قوية كانت، وقت اللي يجي من البعيد ومندفع صعيب توقفوا اللاعب هذا. وائل جلوز لاعب برشلونة، 17 مقابل 12، عملية طحاطة، مباغتة، لكن محمد صفر موجود ويأخذ الكرة هذه، يطلعوا هجوم معاكس. 5 تصديات محمد صفر في 3 دقائق، في 5 دقائق
من المنتخب التونسي الكرة. مروان شويرة في تنفيذ التميز. كامل العلويني نضال العمري، كامل العلويني عملية تقاطع مع وائل جلوز، مروان شويرف يطلب في الكرة، مازالت الكرة نضال العمري توصل مروان شويرف ويربح 9 أمتار، كان يطلب في الكرة منذ بداية الهجمة، طيبة من مروان شويرف. كامل العلويني يقولوا دقيقتين معناها 7 أمتار و 7 دقيقتين. اللاعب يناقش الحكم لكن أكيد الكلمة الأخيرة للحكم سمير محلوف كان قريب من العملية. شكون في التنفيذ؟ تومي، المفروض التومي كالعادة. دخول أيمن تومي، خروج سبع حسن، دخول أيمن تومي لتنفيذ 7 أمتار. ناجحة من أيمن تومي، نجاح 100%، 3 على 3 ضربات جزاء بالنسبة ل 18 من أيمن تومي، تايم أوت للمنتخب اليوم. منتخب مقابل 12 بعد تصديات محمد فر، معناها 5 تصديات تقريبا في 5 دقائق او 6 دقائق، اعطيها عزيمه وشحنه لاصحابه معناها وسجلنا اهداف وما فماش نشوفوا الشوط الثاني ما فماش شيء معناها من المنتخب، قاعد المنتخب فريق اخر صحيح معناها كمال العلويني اللي بصراحه في المونديال الاخراني ما خذاش حظه ما لعبش معناها في المونديال، نشوفوا كمال العلويني قاعد ينسق مع اصحابه وائل جلوس كيف خلاص ثقه في روحه، 3 اهداف الشوط الاول وهدف تو الشوط الثاني، كما قلنا منذ الشوط الاول نستناو برشا في وائل جلوس اللي بصراحه مازال ما عطاش المنتخب 2014 في الجزائر كاس افريقيا كيف 2015 نتذكروا وائل جلوس في مونديال 2013 ضد المنتخب الالماني معناها ابهر الجميع معناها واحترفهم بعد في كيل الالماني، حشدنا نشوف نحب نشوف وائل جلوس اللاعب اللي شفناه في مونديال 2013 في اسبانيا. لما نحكي هكا خاطر كنت مع المنتخب 4 سنوات معناها من 2011 حيواني مع المنتخب معناها في ستاف معناها ديليجي في ليكيب ناسيونال، كنت معاهم في كاس العالم 2011 اوست، كنت معاهم في كاس العالم 2013 في اسبانيا، كاس افريقيا كيف في الجزائر، كاس افريقيا في المغرب 2012 كنت مع المنتخب معناها نعرف منتخب عن قرب معناها. ما توصلش الكرة، اللاعب الدايرة طيبة للاستماع. باهي كوفرتور من وائل جلوز ومن مروان شويرف. مروان شويرف فما تغطية على بعضهم طبعا في الدفاع. مشي بالكرة ودخول بقوة كذلك، لكن الحكم أعطاه الأسبقية. 149 أمتار. كيف المنتخب الايراني مازال ناقص نلعبوا 5-6 ضد 5 توصل الكره، هذه المفروض ما تكونش في 6 ضد 5 البيفو ما يكونش وحده معناتها على الدايره على 6 متر خالي من كل مراقبه، شوفوا كيفاش يجي من البعيد هو في الحقيقه ما كانش المفروض وائل جلوز ما يخليش يتعدى. توصل الكره لمروان شويرف، نضال العمري صواب ممتازه من نضال العمري. مروان شويرف يختار التمرير، ما كانش في وضعيه مريحه للتصوير. هذايا اللعب الجماعي النازي، ها ساعات فما لاعبين لانه في كل مره اللاعب ربما
احيانا انا يخير باش يسجل هو، لكن مروان شويه بشوف وقت اللي كان واضح ماهوش في وضعيه مريحه اختاروا انه يمرر، هذا هو التكامل بالطبيعه معناها اللاعب يكون في وضعيه مريحه هو بطبيعة. اللي يسجل صاحبه خير منه في بوزيسيون خير منه يسجل الكره معناها والباس ديسيزيف تحسب انا نحسبوا لك باس ديسيزيف كانك انت سجلت الهدف. ساعات التمريره الحاسمه تكون افضل من الهدف. عملية التقاطع في العادة تغيير المراكز. تسعة أمتار. طيبة من أسامة حسني تبع الأخر. معروف أسامة حسني هو مدافع مدافع صلب معناها كان قبل كادية مشى معنا أوسط معناها كأس العالم في 2011 وهو عمره مازال كادية معناها ويلعب في الدفاع هو وأمين بنور. أمين بنور يلعب في الهجوم وأسامة حسني كان مدافع مدافع صلب معناها. محاولة المباغتة ما تمرش الكرة هذه. محمد صفار باهي من محمد صفار. كرة ممتازة ممتازة الكرة شاف حاج يوسف بمفرده طلب الكره اخذها في وقت شوفوا هجوم معاكس بلاعب فقط ممتازه كانت تفاهم كبير هكا نلاحظوا ما بين محمد صفار وخالد حاج يوسف الزوز طبعا يلعب في الفريق يعني تحس التفاهم وقت اللي يبداو في نفس الفريق واضح انهم متعودين على مثل الكرات هذه ممتازه 20 13 اذا محاوله المباغته مره اخرى فوق المرمى الكره به الهجوم المعاكس لازم اكثر سرعه في مباغه الدفاع لانه حتى وقت اللي يبدا راجع الدفاع كمال العلوين يحاول المباغته يربح 9 امتار واستبعاد بدقيقتين فما دفع لكمال العلويني قوه كمال العلويني بروفوكي برشا الفريق المناسب معناها وياخو يبعث يخرج برشا الفريق المناسب بدقيقتين معناها في كل مقابل حتى في الشامبيونات تاع تونس معناها كمال العلويني عنده فانت معناها يخلي اللاعب يرتكب عليه خطا نتاع دقيقتين معناها بالطبيعه تلعب 6 ضد 5 اسهل من 6 ضد 6 معناها محمود الغربي معناها قيدوه المنتخب معناها من اللاعبين القدامى في المنتخب التونسي لاعب نوط وائل جلوس كمال العلويني نضال العمري مازال الحوار يدخل كمال العلويني لاعب دايره ثاني طبعا استغلال النقص العددي مقطوعه يا مقطوعه الكره هذه هجوم سريع وجه لوجه مع محمد صفار ويسجل اذا الكره هذه 20 مقابل 14 هذا الباس من نضال العمري نفس اللاعب 25 فنيات كبيره لهذا اللاعب مثلا يستغل الارتباك في التمريره الاخيره ويسجل اذا نضال الفارق هام جدا طبعا في اي منتخب وقت يسجل هو في نقص عددي المفروض نضال يكمل يوصل الكره كما هذه وصلها ثلاثه لاعبين جاوا ثلاثه لاعبين معناها اللاعب اسامه حسني في الجناح معناها وحده من العلويني محاولة المباغتة يربح 9 امتار حاول يباغت ركنية تمست في الحا في 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 الكونتر ترجع من الركنية اذا
حاول المباغة كمان العلويني ورأي النضال العمري ينجح أسامة حسني بتسجيل النقطة هذه. يجي من خلف مندفع طبعا وقت اللي يكون مندفع بغالة الحارس. 21-14 دائما الأسبقية المنتخب التونسي أمام المنتخب الإيراني في توقيت 11 دقيقة في هذا الشوط الثاني. فين استبعاد وائل جلوز يبدو فما مسك من القميص حسب إشارة فعلا فواضحة الصورة أمامنا واضحة الصورة فما مسك من القميص. وائل جلوز إذا يتم استبعاده لمدة دقيقتين. يستغل المنتخب الإيراني ربما هذا النقص العددي للمنتخب التونسي. زوز لاعبي دايرة رغم عدم التفاهم لكن في الأخير يسجل الهدف عن طريق اللاعب رقم 24. شوفوا اللقطة الأخيرة بتذليل الفارق 21-15 ومنقوص من اللاعب من المنتخب التونسي. حسب مشي بالكرة المصباح الصانعي لكن طيب قطع الكرة من خلف حاج يوسف وكمال العلويني سجل. كمال العلويني إذن نسبة نجاح 100% زوز محاولات ناجحة وعلى يمين الحارس قوية الكرة. ممكن المصباح الصانعي يحط فريزين نسى باش يعمل دريبل عمل أربع خطوات حسب ما يرى الحكم. أنا مرة أخرى لاعب الدائرة لكن محمد صفر يوقف الكرة هذه. هي كرة عند محمد صفر المصباح الصانعي. ما شفناش اللقطة نتاع المصباح الصانعي لكن المهم استبعاد دقيقتين هذا هو قرار الحكم. أربعة ضد ستة زوز لاعبين عطوا نشاهدوا الهجمة بأربع لاعبين من المنتخب التونسي بعد استبعاد وائل جلوز ومصباح الصانعي. أسامة حسني كمال العلويني. أسامة حسني مازال محافظ على الكرة كمال العلويني. أسامة حسني ممتازة تسجيل بأربع لاعبين. أسامة حسني ممتاز كيف 100% نسبة نجاح زوز محاولات زوز أهداف. شوفوا الإعادة من أسامة حسني فوق الدفاع وفوق الحارس. استماتة كبيرة شوفوا اللاعب المتكامل أسامة حسني دفاعا وهجوما. شوفوا يرجع بسرعة للدفاع ويتمكن من إيقاف اللاعب في اللقطة هذه. 7 أمتار ديفونس اون زون صحيحة 7 أمتار دخل في المنطقة صحيح وتسجل إذا 23-17. الهجوم إذا بخمسة لاعبين دخول محمود الغربي كمال العلويني خالد حاج يوسف كمال العلويني محمود الغربي وصل كمال العلويني. أسامة حسني يطلب الكرة تكمل على الجناح ما يدخلش نضال العمري في زاوية مغلقة كانت يبحث عن اللعب الدائرة. كمال العلويني حبي مرة محمود الغربي ما توصلش
طبعا من زيد منقوص من لاعب المنتخب التونسي، واستبعاد بدقيقتين مرة هذه اللعبة رقم 24، يعني 5-5 حاليا. أسامة حسني، كمان العلويني، تويلة لخالد حاج يوسف، 7 أمتار، سبعة أمتار وأدخل الدخول في المنطقة. هاي الإعادة كانت تمريرة باهية من كمال العلويني، طيبة التمريرة. وأيمن التومي كالعادة في تنفيذ الرمية 7 أمتار. ينجح أيمن التومي في تنفيذ 7 أمتار. قلنا اللاعب منتظم ما يفلت شيء من التومي. 24-16 في كاس تومي، تومي في كاس حتى في لا. في الجناح ما ولا في الكونتر اتاك ما يضيعش ايمن تومي. عملية طقطقة ضغط على حامل الكرة، شوفوا كل لاعب بيع 6-5 احنا زايدين على 6 والمنتخب الايراني 5 لاعبين. صعوبة قاعد يلقى في المفروض لعب سلبي، هزيد الحكم لعب سلبي. الكرة كما جات فماش نجاعة، كما فماش هجوم معاكس باعتبار عودة الدفاعية المنتخب الإيراني. قلت مباراة ودية، أكيد المدرب سيلفان نوي قاعد يبحث على التشكيلة المثالية. محمود الغربي ما تمرش الكره نضال العمري، لكن في المنطقه قلت اكيد سيلفان نوي والانور عيات قاعدين يبحثوا على التشكيله المثاليه اللي باش تكون في القاره 2016. ممتاز محمد صفر، اكيد باش يكون محمد صفر من بين هذه التشكيله الاساسيه. لياقه بدنيه ممتازه لهذا الحارس، كمان ممكن المدرب باش يلقى برشا صعوبات في اختيار الحارسين. معنا محمد صفر قاعد يبدع في سواء في نادي افريقيا او في المنتخب. الحارس ماجد حمزه وكذلك مروان مجايز، معنا ثلاثه حراس ممتازين. شوفوا الاخطاء الدفاعيه كبيره للمنتخب الايراني وقت اللي يرتبكوا يصوب كما جيت، يعني الكره الاخيره اكبر مثال. مصباح الصانعي، اسامه حسني، كمال العلوين، اسامه حسني ربما التصويب توصل مصباح الصانعي. اسامه حسني، كمال العلويني، العلويني، اسامه حسني من البعيد 4-9 متر. اسامه حسني يحاول البحث عن مساند نضال العمري من يخرج من الجناح، يتصدى الحارس، يتصدى الكره هذه مقطوعه، كانت كره سهله في دين الحارس ويسجل وجه لوجه اذا مع محمد صفر. مهدي موسى في اذا يتمكن من تسجيل النقطة 17. وقت مستقطع اذا مش وقت مستقطع،
يبدو لي ان السقف انخفض صحيح صحيح من الجريبه بطبيعه الحال خاصه المنتخب احنا يهمنا المنتخب بتاعنا معناها المقابله ماشي المنافس ماشي قوي برشا معناها باش ينافسنا معناها وباش يشد معنا دونك شوف السكور قام عمليه بعد 8 اهداف بالرغم من برشا كور ضيعناهم معناها اللاعبين يلعبوا مرتاحين ان شاء الله المنتخب الجزائري تفرجت عليه بكري معناها كيف كيف مش المنتخب الجزائري اللي لعب 2014 كاس افريقيا واللي فاز علينا في الجزائر ممكن المنتخب السويسري المقابله الثالثه مع المنتخب السويسري تكون افضل شويه من المنتخب الايراني ومنتخب الجزائري. مصباح السامي أسامة حسني طويلة كامل العلوين يقش خط حاج يوسف أسامة حسني فماش تفاهم بينه وبين الغربي ما فهموش غير مكانه الغربي أسامة حسني أعطى الكرة في مكان مغاير 25-18 طبعا هذاك هو قانون اللعبة في كرة اليد وقت اللي ما تسجلش تقبل أهداف خاصة على كرة سهلة هذا اللي صار المنتخب الايراني تقريبا نصف الاهداف نتاع المنتخب الايراني عن طريق الاوندوزيام معناها هجمه معاكسه ولا هجمه معناتها من الاوندوزيام تخرج سير اتاك بلاسي ما عندوش حاجه كبيره ما عدا اللاعب رقم 25 اللي يسجل خاصه الشوط الاول سجل 3 و4 اهداف لكن الشوط الثاني مازال ما سجلش معناها هو احسن لاعب فيهم رقم 25 طيب المصباح السامي مازال ريتم مصباح السامي مازال نقص برشا مقابلات ان شاء الله الدوره هذه والتربصات في ديسمبر معناها في جانفي قبل بطوله العالم يكون بطوله افريقيا عفوا يكون مصباح السامي وكيف كيف وائل جلوز خسرنا الضربين نتاعنا معناها هذوم اللي معاملين عليهم علاش وكيف كيف امين بنور معناها كي توقف الاتاك فما ضراب يلزمو يسرح الكره معناها يسيب كورته ويسجل اهداف معناها حاولت المباراة جانبية. كيف ما فيش حلول المنتخب الإيراني ولا يسدد من البعيد كما جاء. مصباح الصانعي فوق الدفاع جانبية مرة هذه من مصباح الصانعي فما تسرع على التمريرة أولى فثانية ولا نحسوا ما يصبرش المنتخب التونسي على التمريرة ما ليناش في الثلاث دقائق هذه كرة تمر من الجناح للجناح. دو تروا باس ودو تروا باس وشوت المفروض المدرب يقول لهم يخدموا يعني معناتها مو الكره تمشي وتجي سته لاعبين او خمسه لاعبين يمسوا الكره خاصه هو قاعد يجرب في عدد اللاعبين ربما باش تولي اللحمه اكثر بيناتهم صحيح على كل هي مباراه اولى في هذا التربص مازال بطبيعه الحال هو نفسه قال ستيفان نوي ما زلنا ماناش جاهزين كمنتخب الحال اول مقابله المنتخب مع سيلفان نوي هو بيدو قاعد يكتشف اللاعبين اكيد طبعا ويقول انه البارح في الندوه الصحفيه يقول عنده اهداف طويله المدى مع المنتخب التونسي لحدود 2020 باش يعملوا منتخب جديد متماسك على ذاك يقول ما زلنا في البدايه صحيح الوقت ضيق لانه جان في 2016 ما زال عليه اقل من شهرين فعلى ذاك يقول فما المنتخبات الصغار معناها عندنا منتخب تو يشارك في البطوله العربيه في السعوديه زاد كيف معاملين عليه فمنتخب 2000 و2001 معناها جاء هو للمركز في المهديه معناها سيلفان نوي في مواد افريل تقريبا مواد مارس قاعد ينجم مع المدربين تاع الصنف الاصغر والاداني والاواسط قاعد يخدم معاهم معناها هذا كل باش المنتخب ما يقف فما جيل يمشي يجي الاخر معناها جيل 90 91 نعاود نقول اول ميداليه دخلت لتونس في سبور كوليكتيف مع المنتخب 90 91 في 2011 الى تو في ايمن التومي في مصباح الثاني وائل جلوز واسامه البوغالمي ومروان شويرف هذوما اللاعبين كانوا محمد صفر كان احسن حارس مرمى في العالم دو فوا محمد صفر وصل تقريبا احسن حارس مرمى في 2009 هنا في الحمامات في المنتخب الاصغر و2011 في اليونان مع المنتخب الاوسط. طيب محمد صفر مقطوع على الكره هذه مصباح الصانعي هي بعض على المسانده مصباح الصانعي اسامه حسني ياخذ الكره يربح 9 امتار. كمال العلويني اسامه حسني كمال العلويني مصباح الصانع خروج خالد حاج يوسف
دخول اللاعب دايره ثاني مصباح الصانعي يربح 9 امتار. شوفوا السواعد كل ما يجي يسدد الا يخرج له على حد اللاعب اكيد. ماذا كدفاع خليش اللاعب الصانع يحاول المباخه توصل محمود الغربي تبع كورته طيبه. محمود الغربي شوف اللاعب وقت اللي تبع كورته ياخذ الكره هذه وينجح مصباح على محمود الغربي. محمود الغربي اذا في تسجيل الهدف مركز الدائره خلا يشوفه في بلاصته ياخذ الكره تبع كورته. 28 19 7 دقائق على نهايه المباراه. شوفوا المدرب ما غيرش الخطة الدفاعية للعب الشوط الأول معناها 6-0 أجريسيف على البورتو البال مش 6-0 تتقدم تولي 3-3 أو 3-2-1 معناها ذولي هذه الخطة الجديدة خاطر كنا المنتخب يلعب 6-0 أو 5-1 معناها في الدفاع خاصة 5-1 تو المنتخب ولا يلعب في 6-0 أجريسيف على البورتو البال مش 6-0 زون وناجحه الى حد الان ناشحة. مقطوعه الكره خد حجوز اسامه حسني اسامه حسني وجه لوجه وينجح ينجح اسامه حسني في تسجيل النقطه 30 30-19 تصويبة المرة هذه المراوغة يراوغ بوسامة حسني يتمكن إذا من تسجيل النقطة 20 كانت طيبة من لاعب رقم 13 شوفوا الإعادة يراوغ ما كانتش فما مساندة لأسامة حسني كان بمفرده مع اللاعب رقم 13 شوفوا الإعادة المفروض أسامة حسني سكروا الإكستيريور والإنتيريور موجود مصباح موجود. من التومي كمال العلويني المصباح الصانعي توصلش الكره لمحمود الغربي ثم تغيير المراكز ثم اكثر نجاعه في اللاعب المركز مصباح الصانعي فوق الدفاع لكن الحارس مصباح الصانعي المفروض دقيقتين وانا ممكن نعاودوها شوف اللقطه دزوا وانا في نشاهدوا الإعادة كارت أحمر فلا لباس معناها ظاهرة معناها هو في الهواء هو معناها دزة خايبة مش في ريجلومون تاع الهوند معناها خشونة لقطة هذه قم لاباس الحمد لله مصباح الصانع يغادر شوف يديه معناها دفع بقوة طبعا للاعب مصباح الصانع الحمد لله قام لاباس يخرج هكذا باش يرتاح لانه طبعا مباراه وديه فمش علاش باش نخسروا لاعبين في مثل هذه المباريات. هي في الحقيقه القوانين الجديده للاتحاد الدولي كلها تصب في مصلحه اللاعبين باش يكونوا اكثر راحه في اللعب والعقوبات طبعا لمثل التدخلات هذه. لأنه يعني الأهم هو ديما سلامة اللاعبين ولعب الفرجوي معناها في الأتاك معناها
على مرتين الكره ما تنجحش ما بين خالد حاج يوسف وايمن تومي ضايع الكره، كان حوار شيق لكره ضايعه. عشرين عشرين شوف ديبار ديبار صحيح دخول لاعب خلف الدفاع هذه المره الثانيه تتعاود معناها اللاعب الداري خليني وحده معناها شوف ورا الدفاع يدخل ما يخلطش عليه محمد السوسي على كل تسجل الهدف لكن حذيري اكيد اخطاء مماثله ما يلزمش التعاود في مباريات قادمه زي ما تتصلح الاخطاء بالطبيعه احنا نلعبوا المقابلات هذوما باش المقابلات الوديه هي تصلح نصلحوا الاخطاء نتاعنا. خالد حاج يوسف حاب يرفع الكوره بالحارس كانت جميله لكن تمر ب دخلنا في البريسيبيتاسيون تو دخلنا مقابله مده ثلاث دقائق ونص انا ضايعة كرة المنتخب الإيراني. شفنا أسامة حسني في محاصرة لصيقة على اللاعب سمسمي رقم 23. تغيير الكرة. حكم سمير مخلوف يقوم بتغيير الكرة. صافي اذا رجع الكره قبل نهايه المباراه حبيت نهني جمعيه الحمامات اللي باش تحتضن كاس افريقيا الانديه الفايزه بالكؤوس في ابريل 2016 بعد ما تم قبول ملف ترشحها اكيد فخر كبير لفريق تونسي باش ينظمت هذه المباراه فمبروك لجمعيه الحمامات. ننساو زاد مقابلة الترجي الرياضي والزمالك المصري قبل بنهار من بدايه البطوله الافريقيه يوم غد ان شاء الله باش يكون في نفس التوقيت هذا كذلك منقول على الوطنيه الثانيه لقاء المنتخب التونسي بنظيره الجزائري قبل ما يختم الدوره في مباراه ثالثه باش تكون في قصر الرياضه بالمنزة يوم السبت امام المنتخب السويسري باش يكون توقيتها الساعه 5 مساء كذلك منقول على الوطنيه الثانيه. أيمن تومي اذا ينجح في تسجيل 7 امتار كالعاده كيف كيف من بعد منتخب في شهر ديسمبر يرجع بالامور جديه يوم 21 ديسمبر معناها بعد الدوره الرباعيه اللي عملوها في تونس يرجع المنتخب يوم 21 ديسمبر يحضر تربصات وعنده كيف كيف دوره في سويسرا يلو كاب وان شاء الله المنتخب يكون يوم 21 جانفي يكون في اتم استعداد ويكون جاهز ان شاء الله. يكون كذلك يوم 5 جانفي في لقاء مع المنتخب الالماني في شتوتغارت يعني اكيد مباراه هامه وعندها شوف لم المنتخب الالماني ملي فزنا عليه في 2013 في البرتغال في عفوا في اسبانيا معناها في بطوله العالم طلب منا جينا لتونس عام 2014 في جانفي 2014 لعبنا معاه مقابلات توجست لخاطر ربحناه في بطوله العالم ولا يستدعي فينا جينا هو لتونس ولعبنا مقابلة في الحمامات هنا ولعب مقابلة في القبة ومقابلة انتهت بفوز منتخب تونس بقى فارق هدف ومقابلة ثانية بتعادل معناها المنتخب الألماني ما فازش عليه. هاو المرة هذه في شتوتغارت زدنا نلعب مقابلة ضد المنتخب الألماني معناها هذا كل فخر لكرة اليد التونسية للمنتخب الألماني ولا يفكر باش يلعب مع المنتخب التونسي وجست خاطر ربحناه أول مرة في التاريخ في 2013 في إسبانيا في كأس العالم. الدقيقة الأخيرة إذا من المباراة بقية 10 نقاط كاملة 31-21 والنقطة 22 شوفوا من الجناح رغم وجود كمال العلويني والثواني الأخيرة إذا من هذه المباراة كمال العلويني محمد السوسي كمال العلويني وسامة حسني العلويني طاقة
قاطع علويني وسامة حسني توم يطلب في الكرة محمد السوسي. محمد السوسي ربما التصويب وممتازة ممتازة محمد السوسي النقطة 32 وبسرعة تلعب الكرة ويسجل يسجل إذن من جناح أمام عودة بطيئة للدفاع التونسي. كيف رامي محمد السوسي من اللاعبين الواعدين معناها مواليد 93 لاعب مازال عمره 22 سنه يعطي الصحه معناها قاعد يقدم في مستوى طيب. نهايه المباراه نتيجه 32-23 لصالح المنتخب التونسي امام نظيره الايراني. مباراه اولى اذا في هذه الدوره في انتظار مباراه يوم الغد قلت امام المنتخب الجزائري المباراه الثالثه امام المنتخب السويسري. شكرا لكم إذن على المتابعة. تبقى أوفياء الوطنية الثانية تتابعوا معنا بداية من الغد.